يعني ما مش حد هو ولا هي نفسها سلبية؟ هي نفسها سلبية، لا بس هي اللغة ساكتة فيها جواها أكتر. يعني ممكن تبقى individual بس معاه واحد جوه. الفتحة فردية. الفتحة هي الفردية. بالظبط. عندنا هنا cutting شايفينه؟ ده يعني بعض السكولرز قالوا إن هي كان في مكان لباب خشبي بيقفل المكان، بس طبعا احنا للاسف ما اكتشفناهوش. برضو زي المقبره الثانيه، دي المقبره الاولى بولتد سيلينج شايفينه. خلاص فلايت اوف ستيبس اند افتر ذات باي بنت تو ذا اي تو ذا اوبن كورت، وده تاثير سكندري. ندخل بقى زي ما قلنا ان اتجاه المقبره ساوث نورث، فده جزء الساوث وده جزء النورث، وقال ان الجزء دوت هو الجزء اللي كان بيقام فيه الطقوس المختلفه وده جزء الدفن. خلاص واستدلوا على الحكايه ديت بسبب دليلين، ان ادي الارتر، الارتر وانا عامل ستاب كده دايركت تو ذا ايه؟ تو ذا ساوث، اذا انا ببص على جزء الساوث، ده اول دليل. الدليل الثاني ان الجزء الساوث هو ذا موست ايه؟ ديكوريتد وان. ذا موست ديكوريتد وان، الاوبن كورد هنا في بعض التأثيرات اليونانية السكندرية بقى، زي ايه مثلا؟ زي الشكل اللي في الفور كورنرز دول، هو بيدمج عمودين جنب بعض، بيدمج عمودين جنب بعض. حد معاه ورقة وقلم؟ حد معاه ورقة وقلم؟ ماشي ادي اهو نص عمود، خلاص نص عمود خلاص، وعشان كده ساعات بنقول عليه الهارت شيب كولومز. انت مش شايف، انت مش شايف غير دي خلاص، بس الجزء دوت هو في الايه؟ في الكورنر نفسه. طب عندنا اشكال الهارت شيب كولومز، احنا عندنا شكل هارت شيب كولومز موجود في الاوبن كورت بتاع كوم الشقاف قدام تجران، هبقى اوريه لكم ان شاء الله. ده احد اشكال الاعمده، شكرا، اللي ظهرت في المقابر السكندريه المقدونيه التراث لكن ذات التاثير او الطبيعه السكندريه. اوكي ده احد التاثيرات. برضو عندنا along the frieze كله اشكال الماتفز ظاهره تاني، اللي هي تبقى عباره عن ثلاث اعمده او ثلاث وحدات افقيه جنب بعض بتتكرر على طول الاوبن كورت. تمام الاوبن كورت دوت بيفتح على كام حجره؟ على 10 حجرات. تعالوا نعدهم مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6. الحجره المستعرضه او العريضه دي 7، السبعه بتفتح على 3 يبقوا كام؟ 10. اذا الاوبن كورت في هذه الحاله بيفتح بشكل مباشر او غير مباشر على 10 حجرات، بيفتح بشكل مباشر او غير مباشر على 10 حجرات. اوكي لغايه كده مفهوم؟ يبقى لايك تومب نمبر 2 تومب نمبر 1 begins with a staircase with a bolted ceiling. Part of the steps are process of restoration. The others were the original steps during the discovery. And after that, the staircase is bent to open to the open court, يعني facing directly the fresh air. And the open court opens directly or indirectly in how many rooms? 10 rooms. 10 rooms. Like also tomb number 2. Tomb number 1 and also tomb number 3. The orientation of the tombs is south, north. So this is the southern side. This is the northern side. The scholars supposed that the southern side was the original burial place because of how many evidences? Two. First of all, the altar here is directed with a step, having a step to make the libations facing the southern part. So this is the main part. This is number one. Number two, that this part, the facade of the southern part, is the most decorated one. And it's also flanked with number of sphinxes, sign of protection. So it's confirmed that this part was the main burial part. ماشي? Like also the open court of tomb number two, we have here a frieze of metals, the shapes of three columns of three patterned
along the frieze of A on the four sides of the open court. In the four corners, in the four corners of the open court, we have two half Doric fluted columns. Tani, two half Doric fluted columns joined together to form the shape of the heart. Okay, and the heart-shaped columns was one of the Alexandrian effect on the Macedonian design tools. ده تأثير أكتر سكندري ظهر في اسكندرية. تمام؟ And we have an example of the heart-shaped columns in the catacomb of قوم الشقافة. صح؟ طيب. هنبدأ في الجزء الشمالي. أول حجرة عندنا بنلاقي عندنا مجموعة من حجرات اللوبولي. تعالوا معايا كده. مش عايزة أقول المقبرة بتاعتنا يعني، بس